an important match for us. ماتش مهم بالنسبة لنا جدا. Important for us to keep our hope to qualify in, for the next round. مهم بالنسبة لنا المباراة دي عشان نقدر نتأهل للمرحلة اللي بعديها. We're playing at home. وبنلعب على ملعبنا. We expected to win, of course. طبعا بنتوقع ان احنا نكسب ان شاء الله. But it's not gonna be easy. ولكن مش هيكون بسهولة. Like any other game. زي اي مباراة اخرى. The Champions League game. دي مباراة في دوري الابطال. So we'll do our best. هنحاول نعمل احسن ما عندنا. It's very important to win this match. مهم جدا ان احنا نكسب المباراة دي. Difficult team, Vita. فرقة صعبة شوية فرقة فيتا. To play against my friend Flo. إن أنا ألعب ضد صديقي Flo تاني. And they come from a win. وهم جايين من مكسب. We come from a loss. وإحنا جايين من خسارة. So we need to turn the result. إحنا محتاجين نعمل نتيجة كويسة. And we know that. وإحنا عارفين ده كويس جدا. I think to answer you easier is that. تفكيري إن أنا أرد على سؤالك. To make ourselves, إن إحنا نخلي أنفسنا, the club, والنادي, the fans, والمشجعين بتوع النادي, to be in a good mood, ويبقوا في حالة كويسة. There's only one way. ما فيش غير هي طريقة واحدة. To win. إن إحنا نكسب. Nothing else. ما فيش حاجة تانية أخرى. We have not been able to have the whole team available all the time. إحنا دائما فعلا كان عندنا مشكلة في الغيابات ديت. This season. الموسم ده. We at one stage we had 11 players out. وفي مرحلة كان عندنا 11 لعيب بره الفريق. We had 7 out with corona and 4 injured. كان في 7 عندهم كورونا وكان في 4 مصابين. And we kept playing. واحنا فضلنا نلعب كملنا. Even when we played Marich. حتى لما لعبنا ضد فريق المريخ. We didn't have all these players. ما كانش عندنا كل اللعيبة دي. We still don't have them. ولسه برضو عندنا في لعيبة كتير مصابة. And when we won against Marich, we did not. Say we didn't have the players and everything. احنا ما اتكلمناش على قصة الغيابات او قلنا عندنا. And we still don't have them. So why should we talk about them when they're not here? When we won, لما كسبنا, it was okay without them. So تمام من غير. We don't want to make excuses. وما كناش عايزين نقول اي. They're still not here. ان هم مش موجودين او. And we understand why they're not here. عشان كده احنا فاهمين هم. It's because the difficult program that Ali has got. علي عنده مشكلة في الإصابة بتاعته. So we run a different program than any other team. It's a difficult program. بنمشي بسيستم مختلف عن أي فريق تاني. And when you play 3 games. ولما بنلعب 3 ماتشات. In 9 games in the World Cup. في 9 أيام في. With the champions of Europe, with the champions of South America. وضد الناس الكسبانين بتوع جنوب أمريكا. And also Duhail with the champions of Qatar. I'm sorry. Duhail, the champions of Qatar. البطل قطر. Yeah, you're gonna have some injuries. لازم يبقى عندك إصابات. It's 2-3 strong games in a very short space of time. ماتشات قوية جدا في وقت صغير جدا. But it's okay. We should not complain. ولكن ده كويس حمام. Ali never complains. الكلام ده وأنا ما بعترضش على الموقف ده. طبعا كابتن فرج الشناوي وأنا وسعد وكابتن وليد سليمان واللعيبة الكبار علي معلول. مش عايز انسى حد من اللعيبه الكبار. طبعا كلنا مدركين حجم المسؤوليه. طبعا اللي فات بنتكلم مع بعض, اللي فات عدى خلاص. عايزين نعمل تاريخ جديد لنفسنا علشان من حق جمهور النادي الاهلي ان هو دايما يبقى فرحان ومبسوط باللعيبه بتاعته وبالنادي بتاعه, وده دايما اللي احنا بنفكر فيه هو المكسب, وان احنا نقاتل على كل ماتش وكل دقيقه في المباراه. يعني عندنا ماتش الجيش اللي فات, الامور ممكن تبقى الاداء الفني ما كانش كويس قوي, لكن كنا بنقاتل لغايه اخر دقيقه علشان ناخد الثلاثة بونت. وده المهم في القصه ان احنا نقاتل في كل ثانيه. اتكلمت في نقطه مهمه جدا, خط الدفاع يعني ماشي الحمد لله بصوره كويسه. اللعيبه كلها اللي بتلعب او اللي ما بتلعبش كلهم زملاء وبننافس بعض منافسه شريفه.
وده طبعا التألق اللي احنا فيه ده طبعا راجع للخواجه لمسابيتسو مستر موسيماني ليه دور كبير معانا في ان احنا نطلع بالكره كويس وان احنا نقدر نقف كويس، لان هو زي ما هو دايما بيقول ان الدفاع بيبدا من الخط اللي قدام مش الاربعه دايما اللي ورا، فاللي احنا نبقى كويسين ورا ده موجود من الخط اللي قدام مش مننا بس. كل